مشاهدينا الكرام، لتعليقي على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من فيينا الاعلامي والصحفي العراقي السيد زياد السنجري. اهلا بكم سيد زياد. بدايه، لجنه دفاع نيابيه تقول ان لجان التحقيق الحكوميه بشان قصف مقرات الحشد وهميه. لماذا تحاول الحكومه في بغداد التعتيم على قصف الميليشيات؟ نعم، مساء الخير. مساء النور. الحكومه العراقيه تعرف جيدا من قام بالقصف، فالامريكان لهم اتصال مباشر مع الحكومة وقد أبلغوهم بالجهات التي قامت بالقصف، ولكن القوات الأمريكية ليست معنية بحماية تلك الميليشيات التي هي خارج نطاق الدولة. هذه الميليشيات لها أيديولوجية معينة مرتبطة بإيران، والأهداف التي تم قصفها تم اختيارها بعناية مركزة ووفق معايير معينة، فكل المناطق التي قصفت لم تقصف بشكل عشوائي بقدر ما كانت مناطق منتقاة بشكل مميز جدا. هنا نتحدث عن أكداس عتاد، عن مستودعات لصواريخ معينة، لذلك تجد بأن الحكومة تعرف هذا الشيء، والحكومة عاجزة أمام الميليشيات وعاجزة أمام القوات الأمريكية التي ترتبط مع الحكومة باتفاقية أمنية لحماية أجواء العراق وليست لحماية الميليشيات. فهذه الجزئية هي تلعب دور كبير جدا في تبرير ما يحدث الآن بدون التدخل الأمريكي. فهذا ما يحدث الآن على الساحة بين المناوشات بين الحكومة الأمريكية. صحيفة دايلي تيليغراف ذكرت أن قصف الكيان الصهيوني للعراق بسبب وجود قواعد صاروخية إيرانية. كيف ترى اندماج الميليشيات مع إيران والذي بالنهاية يسبب الضرر للعراق بشكل عام؟ الميليشيات ليست مندمجة مع إيران، الميليشيات هي تمثل القوة الإيرانية في العراق. الميليشيات تأخذ أوامرها بشكل مباشر من قاسم سليماني والحرس الثوري في إيران، فعند أي مواجهة تحدث في الخليج فالميليشيات التي الآن في العراق ستكون في المواجهة مع القوات الأمريكية، وقد أعلنها أكثر من مسؤول في الحشد أو في البرلمان. لدينا أكثر من 8000 رهين أمريكي، ويقصدون بها القوات الأمريكية اللي موجودة في داخل العراق الآن. إذا نتحدث عن جهات مرتبطة أيديولوجيا وفكريا بإيران وتأخذ أوامرها، وأعتقد بأنهم لا يميزون بين أبناء العراق، وإنما هدفهم الوحيد حماية المصالح الإيرانية، وآخر مبتغاهم هو الحفاظ على العراق والعراقيين. وهذا ما شاهدناه عندما فجرت تلك المستودعات أثناء القصف، حيث تم تفجير تلك المستودعات في مناطق سكنية آهلة بالسكان، فآخر ما يهمهم هو العراق إذا كان سني أو شيعي، المهم حماية المصلحة الإيرانية. البيت الأبيض صرح أنه يعتزم اتخاذ إجراءات للتصدي للميليشيات الموالية لإيران. هل تتوقع أن تكون المواجهة الإيرانية الأمريكية في العراق؟ المواجهات لن تكون بشكل قوي ومباشر، ولكن أتوقع خلال 72 ساعة القادمة هناك استهداف لبعض المناطق أو التواجد الأمريكي في داخل العراق. هناك عبوة انفجرت على القوات الأمريكية في كركوك، هناك قاعدة في مخفور تم استهدافها بدون ضحايا، تم التعتيم الإعلامي عليها، ولكن فتوى الحائري وبعض الميليشيات التي أعلنت نفسها خلال 48 ساعة الماضية أعلنت بأنها ستقوم باستهداف السفارة الأمريكية في بغداد وعدد من المنشآت التي تواجد فيها الأمريكان، ولكن ستبقى هذه الحالة حتى ينشب صراع مباشر ما بين إيران وأمريكا. عندها ستكون المواجهة أكثر حتمية وأكثر مباشرة وواضحة ما بين تلك الميليشيات والقوات الأمريكية في الفترة القادمة. عبر الهاتف من فيينا الإعلامي والصحفي العراقي سيد زياد السنجري، شكرا جزيلا لكم.